واحنا كنا هنتكلم على حكام مباراه القمه. طيب مين حكام مباراه القمه؟ انا مش هقول بقى معلومات ولا وجهات نظر، دي معلومه رسميه. الاتحاد المصري اعلن منذ قليل عبر الصفحه الرسميه للاتحاد على الفيسبوك ان حكام مباراه القمه هم محمود البنا حكم ساحه، محمود ابو الرجال حكم مساعد اول، سامي هلهل حكم مساعد تاني، حكم رابع الكابتن محمود ناجي، وعلى تقنية الفيديو حكم الفي ار الكابتن احمد الغندور، وحكم في ار او اي في ار مساعد احمد حسام طه. اعتقد من حوالي اسبوعين وكان اتذكر معايا دكتور احمد ثابت المحلل الفني، وقتها كنا بنتناول خبر كان منشور عبر القاهرة 24 بيقولوا حكم مباراة القمة ما بين واحد من الثلاثة، محمد معروف، أمين عمر، محمود البنا. وقتها دكتور أحمد ثابت اتكلم معايا وقال يعني نفضل أن يكون مثلا أمين عمر لأنه أدار مباريات كبيرة، حكم محترف وبتاع، وقال من أفضل حكام هو أو محمود البنا. وقتها أنا قلت له لا معروف ولا أمين عمر، أنا توقعاتي ممكن تكون بنسبة كبيرة مثلا محمود البنا إذا ما كانش في اختيار لمحمد الحنفي، إن كابتن توفيق ساي كان عايز محمد الحنفي، ولكن بيريرا كان عايز طاقم تحكيم دولي بالكامل من أول حكم الساحة لغاية حكام الفار. وقتها حتى الناس كانت بتقول لي، في جات لي رسائل خاصة، ليه أنت قلت أمين عمر ومحمد معروف بره الحسابات بدري قوي كده؟ ده أنت لسه بايع على المباراة حوالي أسبوع أو 10 أيام. أنا لما بقول معلومة متعلقة باختيارات الأطقم التحكيمية أنا قلت قبل كده مش الناس مش بتختار طبقا للمعايير الفنية. على فكرة كابتن محمود البنا حكم كبير جدا وحكم مميز جدا وحكم رائع جدا ونتمنى له التوفيق بكرة، بس أنا مش بكلامي ده أقصد إن محمود البنا حكم ضعيف، لا إطلاقا، بس أنا أقصد إن الفترات الأخيرة الكابتن محمود البنا كان بيدير مباريات للأهلي وللزمالك كتير، فكان الطبيعي الناس كانت رايحة في اتجاه ممكن يجي حكم جديد، البعض توقع محمد معروف، البعض توقع محمود الامين عمر، لان امين عمر ما قدرش غير مباراه قمه واحده زي البنا، وكمان بقاله فتره ما بيديرش مباريات للاهلي والزمالك كتير، فالكل كان بيتوقع واحد من الاثنين. انا قلت لهم لا، الكابتن محمود البنا بنسبه كبيره جدا، وبالفعل تم الاعلان رسميا ان الكابتن محمود البنا. ولكن في الكواليس في بقى حاجات غريبه حصلت، بمعنى طلع خبر ان الكابتن محمد عادل عنده مباراه في ليبيا او في الدوري الليبي اللي بيتلعب حاليا في تونس، وهيسافر وعنده مباراة يوم الخميس، فبالتالي من امبارح المواقع بتتكلم ان الكابتن محمد عادل خارج الترشيحات. سألت واستفسرت ورحت للاتحاد الليبي، في طاقم مصري معاكم في الدوري يوم الخميس؟ قالوا لي لا، مفيش طاقم مصري. كان في اتجاه ان يكون معانا اتنين حكام مصريين، ولكن التوقيت والاجراءات صعبة فمش هيلحق يكونوا موجودين، يعني مفيش، لا مفيش. فبالتالي كابتن محمد عادل كان متاح ولكن لم يتم اختياره، واعتقد حسب معلوماتي ان ده عمل ازمه داخل لجنه الحكام، لان المعلومات ما وصلتش للجنه كلها بشكل سليم، ومعلوماتي كمان ان الكابتن محمد عادل الموضوع ده ضايقه جدا، واعتقد هيبقى في اتصالات بينه وبين اللجنه خلال الساعات الجايه، لان هو كان بيقول انا راجع من بطوله افريقيا فاعتقد جاهز لاداره مباراه القمه سواء حكم ساحه او حكم فار. نفس الامر لمحمد معروف، راجع من كاس العالم في الشباب للارجنتين اللي كانت بتتلعب في الارجنتين، فكان بيتكلم ان هو مرشح لكاس العالم 2026 وشايف ان هو لازم ياخد المباريات الكبيره عشان يتاكد ترشيحه، لان مش معقوله الفيفا او الكاف بيختار حكم في مباريات كبرى وفي داخل بلده ما بيتمش اسناد ليه مباريات كبرى، فدي جزئيه ثانيه. الجزئيه الثالثه امين عمر موجود حاليا في معسكر الحكام المحترفه الافارقه في الكاف في القاهره، فكان الكلام في الكاف لو الناس طلبتك تطلع تدير المباراه اطلع وارجع للمعسكر، والناس متوقعه في الكاف إن حكم محترف المصري الوحيد في المعسكر طبيعي يدير هذه المباراة، ولكن كانت المفاجأة للمعسكر قبل أمين عمر إن هو بره المباراة. فبالتالي قائمة الحكام اللي تم اختيارها المباراة بكرة هيبقى ليها تبعات على المستقبل، على اللي جاي في موضوع القائمة الدولية، في موضوع القائمة الدولية، لأن في النهاية الاختيارات كانت لأهم مباراة في مصر للأسماء اللي معايا، كابتن محمود البنا، كابتن محمود أبو الرجال، كابتن سامي هلهل، كابتن محمود ناجي لسه راجع من بطوله اندر 23 اللي كان بيتلعب في المغرب 23 سنه، وعلى الفار الكابتن احمد الغندور نتمنى له التوفيق، واحمد حسام طه المساعد الدولي اللي كان موجود مع احمد الغندور في مباراه الاهلي والاسماعيلي.